بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم قصتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون بصفار بيضة واحدة، هتكون الحل السحري لكل مشاكل بشرتك وهتحافظ على بشرتك دايما تكون شابة مهما كان عمرك. الوصفة دي بتكون الحل السحري لشد وترطيب وتنعيم البشرة. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. انا هحتاج لصفار بيضه واحده. بجيب بقى البيضه وبفصل البياض عن الصفار وباخد الصفار بس. صفار البيض ده من الحاجات المفيده جدا للبشره لانه بيعمل على شد وتنعيم وترطيب البشره، وبيكون مفيد جدا لاصحاب البشره الدهنيه لانه بيقلل من حجم المسام وبيمتص الزيوت الزايده منها، كمان بيزيل حب الشباب والبقع الداكنه والرؤوس السوداء، وبيشد البشره وبيكون مضاد للشيخوخه، وبيخلص البشره من البكتيريا والجراثيم بشكل فعال جدا. هجيب بقى كده طبق وابتدي بقى باضافه صفار البيضه. المكون بقى التاني اللي هستخدمه هتكون البواقي او الرواسب اللي بتفضل في فنجان القهوة بعد ما بنشربه، القهوة العربي العادية. ده بيكون بقى شكل الرواسب. رواسب القهوة دي بتكون مفيدة جدا للبشرة. بواقي القهوة دي بتجدد الخلايا وبتكون مضاد للشيخوخة، كمان بتقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، وبترطب البشرة جدا وبتنعمها وبتخليها ملمسها ناعم زي بشرة الأطفال، كمان بتكون علاج فعال لعلامات التمدد او الخطوط البيضاء. هضيف بقى على صفار البيضة مقدار معلقة كده من بواقي القهوة. المكون بقى التاني اللي هحتاجه هتكون معلقة من زيت الزيتون، ويفضل ان هو يكون زيت الزيتون البكر لان ده بيكون مفيد جدا للبشرة. هضيف بقى بعد كده مقدار معلقة من زيت الزيتون، معلقة صغيرة. انا هحتاج لمعلقة صغيرة من العسل، والعسل ده بيكون مضاد حيوي طبيعي للبشرة لانه بيقضي على حب الشباب وعلى الحبوب وعلى البثور واثرها الموجوده على البشره، وكمان بيغذي ويرطب البشره جدا. هضيف بقى بعد كده معلقه من العسل. هخلط بقى دلوقتي المكونات دي مع بعض كويس جدا لغايه ما تندمج وتبقى خليط متجانس. لازم بقى اخلطها كويس جدا. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها كويس جدا مع بعض واندمجت. شايفين بقى شكلها بكده؟ خلاص بتكون جاهزة. وده بيكون بقى الشكل النهائي للوصفة بعد ما جهزتها كده، خلاص بتكون جاهزة للاستخدام. الوصفة دي يفضل ان انا اعمل كمية صغيرة قد اللي انا عملتها دي واستهلكها مباشرة، ده بيكون افضل عشان احافظ على صلاحية وفعالية المكونات. لكن لو حابة بقى تحتفظي بيها في التلاجة هتكون صالحة للاستخدام لمدة 3 أيام بس، وبعد كده بتجددي الكمية تاني لمدة 3 أيام بس مش أكتر من كده. نيجي بقى لطريقة استخدام الوصفة. الوصفة دي بقى انت بتاخدي منها وتدهني منها على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الإيدين، كمان تقدري تستخدميها في منطقة تحت الإبط أو الكوع أو الركبة لأن بتكون نتايجها هايلة في تفتيح البشرة وترطيبها. هتسيبي بقى الوصفة دي على البشرة لمدة 1/3 ساعة ولمدة 20 دقيقة، وبعد كده هتفركيها بحركات خفيفة جدا بأطراف أصابع ايديك لغاية ما تتخلصي منها تماما. وبالطريقة دي برضو انت تكوني بتعملي تقشير للبشرة، بتخلصك من خلايا الجلد الميت، وبتكون مفيدة جدا للبشرة الحركة دي. لكن لو بشرتك حساسة ما يفضلش ان انت تعملي الحركة دي. هتبتدي بقى تغسلي الوصفة دي من على البشرة، في الأول بالمية الدافية وبعد كده بالمية الباردة، وبعد كده هترطبي البشرة بقى بأي كريم مرطب يكون متوفر عندك، والأفضل كمان لو متوفر بقى عندك كريم جل بذور الكتان، ده بيكون هايل جدا. هسيب لكم لينك الوصفه بتاعته في صندوق الوصف للي حابب يشوفه. الكريم ده هيكون هايل جدا ويكون مرطب ومغذي للبشره بعد استخدام الوصفه. الوصفه دي بقى هتداومي على استخدامها بنفس الطريقه دي على البشره لمده شهر بشكل يومي، يعني هتستخدميها كل يوم لمده 30 يوم او لمده شهر عشان تحصلي على افضل نتيجه. الوصفه دي بكل المكونات اللي ضفناها عليها بتكون نتيجه اكتر من هايله في تفتيح البشره وشدها وترطيبها وتنعيمها، لانها بتكون مرطب هايل للبشره فبتقضي تماما على جفاف الجلد، كمان بتفتح البشره جدا فتقدري بقى تستخدميها في منطقه تحت الابطين او منطقه الاكواع او الركب، هتفتح البشره جدا وكمان هترطبها، كمان بتكون مضاد للشيخوخه لانها بتقاوم زور التجاعيد والخطوط الرفيعه بشكل فعال جدا، وبتحافظ على بشرتك دايما تكون شابه مهما كان عمرك، وبتكون مقشر طبيعي للبشره فبتخلصك من خلايا الجلد الميت، فهتحافظ على البشره دايما تكون مشرقه ومتوهجه، وبتدي لبشرتك مظهر صحي جدا. الوصفة دي هتكون الحل السحري لحل جميع مشاكل بشرتك في وقت سريع جدا، وهتحافظ على الشباب الدائم للبشرة.
واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.